بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت شركة جن شرايد وحيقولك اللي في ما أنت وأنت هاي معلن أنا الله هلين وشير شرايد لغبته وحما أنت يقولك اللي في أنا شير شرايد غبته. وقت جم أنت شو وحي لكن الجرن وعي أما دتك سوق من نقضي جنك ينسيجي. شنك إلى هاي وين كذا بالي عندها إنه ما قبتن لكن سمعت شنك يأسي بأمدي كلا جرام ويدي أو وحاله وذا دقم يا شنك يأسي نتشنا أمدا كسر ده حدا عيا لجا ما عودي بالله سنة يا ولا أركيا وحن ما أنت شر شرايد هركيا جنو داري هاي رنت حقيق مكان كهالله وانكحهم هاي ما أنت هيرك اللي يراده أوجي سلبه إن التاريخ ضاد كهلا، لكن سوى حيقول كل فاية محاكو إرادة يي، وما ضاق شنو يأسي ما تكلا جرويدي، وحلا دعي كاره إن ما يري ردل يرعى أو ميلها شو جاء أو عدنا أنا معركة يي تلا لقولهين. وحلا يري وحلا كلا جرام وعي أوغسلبة يورسنجليو وحلا يري أوغسلا ورسنجلي بعاري لقناعي أنا ما أنت قاعد وحنا عن تاريخ ذا أوغسلبة كشيء كيو لكن سو حيقول كل وحكلف عيا وحيابها سعنا أي هذا ميريا كتيرة وعي أوغسلبة وادد قاعد تاريخ ذا ذو خريصو ورسنجلي عن الشيء كيو كتاريخ خريجي ما أنت اللي ليه عاري ورسنجلي على داعي ما قعو بحاء ومن تو سنجلي وحكينا يا إن لغو شغو إيه وضد كوي عسن عالمك تاسا كينا سمركا إن ليرادو ورسنجلي بقاري لغداعي حدان هدو بدد كان مانتا چنك أركيا و إنسيقا يو چنك كلقران وعي آنو كلاسارو وغيسلابي دقان كيسا أهري يو لمبروانا واللاسغري لمبرتو هدافتمو بران عيرقابو واللمبرتو لامبرتري هرجيسة وادتك أساسي هرجيسة بربرة وادتك دتك حد شوقة كان عسق عندها يحد عرض أقولها ما أنت مركها وحن ومدة كره لجرينيا أدي أدو كره لجرينيا إلا يرادو ورسنجلي بقاري لقدعي ولا قدام وعيو ورسنجلي يوجي سلمي لكن ساري وعيو مركها وحن لا يهاي دتك كلا ساري وعيو وادتك ما أنت كلا جرام وعي تشينك لقعد بالليس تري ينسي كلا سعر وعي ماركو حلاه هي أوغسلابة ما أحدد ما أنت لقول لعقة والسنجلي ماركان هلك كجود به وحنادي هذا جم حد علنيا سدى وروح ضبطن وقارج اللوس عليي ومحاكو إرادة يي لجرة لجرة لجليي ومحاكو إرادة يي لعكت قارج يعصب يوحي على بها يوحي دعي وحنا لجرة لجليي وحنا لكياني بنادي هذا ما أنت وقوم هذا مقيا وما ضنا وحنا ليه هاي تاريخ ذو يضع إسقرته نقول بمجيء سعدنا خاص ما ديجي كرتو عدنا محاكو إرادة يي حكومة سنين كرتو ما أنت هنا جا أو ورسنجليا وحل يسكت ده مجيء ورسنجلي إلا بتنو مالي مال ما كم إذا قال دجال كحلي وحير ورسنجلي هدي أرنت يدنو هو جاك تو مجيء ورسنجلي وحنا أورن ضنا مجاشان بربة marka warsangeli waxaan leeyahay cadawgeena iyo kala garta waayo harti marka laga hadlo warsangeli waa magac dheer yahay waa taariikh horeya waa nabad galiyo jecel yahay waa waa dad ma aragtay mar walba isku tirsan marka waxaan leeyahay kala ogaada cadawgeena iyo raxankeena taana warsangeli waxaan leeyahay ana ka raali gelinaya maanta idinku warsangeli waa harti ugu magac roon in la idinku yiraado taariikhdu markay isbedesho gaashaan buurba warsangeli loo bixinaya taasna warsangeli waa ka raali gelinaya mar labaad iyo mar saddexaan oo islaana waxaan ka raali gelinaya maanta in la idin yiraado idinku dalka iyo dadka yaa naamde ragii dalkan Soomaaliland بدأ بدأ وحقة عصي أتكمل تهين أو ما ركتي هل كسيو قرسي ما أنت إن لي رادو ورسنجلي بقاري لقى دعينا أدبن وقت هل قلنا يا هدي هل كمر يسوع ما أنت تنسوك عصي واتا مركو حلاي هاي
أريد ورسنجلي مركان كهالله وحيابها تشيرا مركان كهالله فرنت هيدا أخ أنا درايو خير كيجا ورسنجلي أنا درايو ورسنجلي وأطبطمي دبطمس دبطمس مركو يهاي دبطمس تب السجى بيلقوما شبه لقوم لما دارك هو السجى بعد دبطمسة مركو ورسنجلي وحليها دبطمس باتين وحي حمانة ويمادة إذا كهدمية وحي علاضة ويمادة إذا مسوي قارتو إذا كل حدين عراض كما سميسان مركو حليها دبطمس باتين دبطمس كينا هذا دبطمس باتين مش علاضة كشرت دمي كرتان الدمية إذا كنا دبطمس كينا هذا ورسنجلي نتحسن ليها dadk jacel warsangeli inuu noqon oo la daraba in kibriid lagu daaro warsangeli waa dabdamis ama diyaarad ha noqdo ama dhul ha noqdo waa dabdamis weeye marka warsangeli ciidana kuma shubey karto baasiin ee maxaa ku iraadayay taariikh kama sheekeyn karo maanta wixii taariikh soo maray dalkayga laakiin anoo inta leeg maanta ama aabahay iga sheekeyn jiray wali dalka warsangeli colaadi ma soo marin haddana ma soo mari doonto maxaa ku iraaday marka waxaan ilaahay ugu maqadnaqaya waxyaabaha soo kale oo shigeelna waxaan leeyahay waxaan ku ogahay dabdamisina ahaadaan meel joogaanba aan cidina daar karin cidina wuxuu sheegi karin marka jinni iyo insi umada kala garan weydana ha kala garato dadka marka waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqaya dadka gaariga soo ceshay waxaan u mahadnaqaya maxaa ku iraadayay waxaan ka xumahay oo ka raali gelinaya dadkii ogoslaba iyo warsangeli isku laaqay oo kala garan waayay gaariga wax la soo celiyay waxa soo celiyay cuqaashii odayaashii isigmadii maxaan ku iraadayay inta kulley qof kastoo wax sameeya dad buu ka soo jeedaa dowlad buu ka soo jeedaa marka sida sharafta badan oo quruxda badan oo gaarigii loo soo ceshay oo qabiilnimada leh oo dowladnimada leh baan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waayo dadak meeshan waxaa ka jirta dowlad maxaan ku iraadayay dadkeeda iyo dalkeeda ku filan dhibaatooyinka dagaalku leeyahay baa waxay tahay dee wax walba inay ka dhex faa'iideystaan laakiin Soomaaliland ma aha meel dadkeedu ka dhex faa'iideystaanoo siday doonaan isaga socdaan marka waxaan leeyahay Soomaaliland ha noolaato waa markii ugu horeeyay 32 sano aan dhagahaygu maqlaan Soomaaliland dhexdeeda waxba lagu dhacay waa taariikhdii ugu horeysay taasna waxa keenaya waxyaabaha dagaaladu ay salka ku hayaan in qof walba dii qorin meelaha intuu ka keeno uu qaato Soomaaliland 30 sano maxaa ku iraadayay cid qor kuma dhexmareen shacabkeedu shacabkeedu wuxuu ahaa ana dhisay ana doortay ana keenay ana kaambeen garayay dad yar iyo weyn ka fikiraaya oo ka hadlaya oo isu haysta dawladda dhan qof walba inuu isagu dhisay qof walba oo soo kacay inuu isagu dhistay maskaxdiisa ku qabanaya sidoo uu ilaashan lahaa sidii uu maxaa ku iraaday nabadeeda iyo horumarkeeda uga shaqeyn lahaa maantana waxaan ku baaqayaa qof kastoo Soomaaliland inuu ka fikiro anaa doortay ana kaambeen garayay ana wax qabtay ana horumar sameeyay qof walba inuu ka fikiraayo baan ugu baaqayaa waayo dawladaba waxba ka fikiraan markaas sidaas weey bahalkii ah taas aan ugu baaqayaa dawladda Soomaaliland ugu dambeyntii shacabka reer Saudi waxay ka dhexdeen ma socon kartaa dagaalka wallahi runtii xaqiiq markaan ka hadlo dagaal faa'iido ma leh dagaal faa'iido u leeyahay ma leh laakiin dhibaatooyinka u weyn oo dagaalka ilaa sacaanood ka dhashay sidaan anigu aaminsanahay nacam lama oran karo dagaal faa'iido u leeyahay khasaare mooye khasaarihiisu waa badan yahay laakiin waxa ugu sii khasaare badan wax gaalo iyo islaam iyo xawayaan iyo cid kasta jacaylkoodu ka siman yahay oo isku jacayl yihiin laakiin maanta qiimihiisu hoos u dhacay waayo waa erga la yiraahdo hooyo hooyo maanta qiimaheedu baa hoos u dhacay hooyo maanta meel walba dagaalka la ascaanood wuxuu hoos ugu dhacay waayo guri walba hooyo ka ooyeysa
oo waxa istilaaya labadeedii weel marka hadan khasaaraha u weyn hooyada soo gaaray oo kalgacayday hoos u dhigay oo jacaylkeedii hoos u dhigay oo khasaaraha ugu ballaaran wuxuu helay hooyo magaceeda mid nool iyo mid dhimatay hooyo hoos buu u dhacay maxaan ku iraahday magaceedii gaaliye islaam xawayaan iyo wax walba hooyo magaceedu iyo kalgacalkeedu iyo jacaylkeedu isku mid buu ahaa marka waxaan leeyahay ilaahay raxmaanka ahi ha soo nooleeyo hooyo magaceedu waa dhintay oo hooyo ha soo nooleeyo waayo qof aan hooyo lahayn ma dhasheen ninka hooyadii xabadda u sitaa deeyada ha ogaado inay iyadu keentay aabe wax ma keeno waa wax yaro maaragtay bahalka laakiinse hooya abuuriso waa hooyo barbaariso waa hooyo marka waxaan leeyahay ha la soo celiyo kalgacalkii hooyada ma soo noqonayo wuu dhintay waayo waxaa jira wiil hooyadii hadday ka hor iman lahayd maanta xabad ku dhifan lahaa arrinta sool joogta hadday hooyadii ka hor iman lahayd xabad buu hooyadii ku dhifan lahaa marka waxaan leenahay maxaan ku irada hooyada ilaahay u gargaaro hooyo ilaahay u gargaaro asalaamu calaykum.